بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين والمشاهدين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. موجز موقف العمليات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، مواصلة لانتهاكاتها المستمرة ضد المواطنين وتحويل هذه الحرب إلى حرب ضد المواطن السوداني، قامت الميليشيا المتمردة اليوم بقصف عشوائي لمنطقة شنبات. تسبب هذا القصف في مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، كما قامت قوة أخرى من الميليشيا المتمردة في أم درمان بإجبار سكان حي المواليد على إخلاء منازلهم بالقوة، ثم قامت بعد ذلك بنهب محتويات كل هذه المنازل. قواتنا في كادوغلي اليوم تعرضت إلى محاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو. كبدت قواتنا بحمد الله العدو خسائر كبيرة، دمرت دبابتين وعدد من العربات القتالية، واستلمت دبابتين وقتل حوالي 40 متمرد، وتشتتت بقية القوى الهاجمة ولازت بالفرار بحمد الله. أيضا قامت قوة من الميليشيا المتمردة في منطقة بحري بمحاولة تسلل، قوة على مدى 8 عربات مقاتلة حاول التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري، تصدت لهم قواتنا وتم قتل 5 من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة، ولازت هذه القوى بالفرار. تواصل أيضا مجموعات العمل الخاص عملياتها بنجاح في مختلف مناطق العاصمة وتوقع خسائر مستمرة للمتمردين. اليوم أيضا وجهت قواتنا ضربات لأهداف معادية في مناطق الباقير وصوبة ومناطق أخرى كبدت المتمردين فيها خسائر في الأفراد والمركبات القتالية. قواتنا ترصد بدقة كل التحركات وكل نوايا الميليشيا المتمردة داخل وخارج العاصمة، وفي نفس الوقت نحن في أتم الجاهزية، قواتنا في أتم الجاهزية للتعامل معها بكل حزم وفي أي وقت. شكرا جزيلا.